معلومة بنسبة كبيرة جدا تتعلق بقائمة الأهلي. هو قائمة الأهلي ما بيعلنهاش كولر بشكل رسمي، بس أنا إحنا جبناها كده من الكواليس، تمام؟ فهقول لك قائمة الأهلي بشكل كبير جدا والغيابات مين. أولا حمدي فتحي موجود. حمدي فتحي موجود في المعسكر مع الفرقة. عشان هو خارج، كان خارج كان مصاب. اه كان خارج مصاب، عنده التواء في الكاحل كده في الماتش الأخير بتاع سموحة. لكن اللي بره برونو سافيو، عبد المنعم، والسولية، وياسر طبعا، ومتولي عشان الإنذار، كل دول بره. فبالتالي وياسر خليهم. ابراهيم ياسر ابراهيم اه مصاب. فقائمه الاهلي تمام دي لم تعلن بشكل رسمي، انا بقول لك من مصادرنا، يعني محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى مخلوف في حراسه المرمى، علي معلول، رامي ربيعه، محمد هاني، تمام، خالد عبد الفتاح، وايمن اشرف في نص الملعب، حمدي فتحي وكوكا وفخري وديانج ومروان عطيه كده، يبقى السوليه ايه بره، تمام، عبد القادر وقفشه وحسين الشحات وكريستو. خليني اقول لك ان كان فيه اهتمام كبير قوي بكريستو في تدريب الاهلي الاخير من كولر، والراجل مقتنع بيه قناعه كبيره قوي. طاهر محمد طاهر موجود، ورأفت خليل موجود، ومحمد شريف وشادي حسين وكهربا ايضا موجود. بمناسبه القائمه اللي احنا قلناها بتاعت النادي الاهلي يا كابتن ابراهيم، تقدر تستشف منها ايه، او تقدر تتوقع منها ايه بالنسبه للنادي الاهلي وتشكيله بكره؟ بص، انا يعني من خلال رؤيتي في الفتره الاخيره جدا ان هو هيبتدي يلعب الخبرات، لان مش هينفع تجازف برضه بلعيبه. انا مع احترامي ان ما لعبتش اهلي وزمالك، لان المباراه اللي زي دي اكيد مباراه مهمه جدا لكولر، ومهمه لجمهور النادي الاهلي وللنادي الاهلي، لانك انت محتاج ان انت تكسب عشان خالص يعني يبقى في فارق في النقط، طبعا وهتديك فرصة ثقه كبيره بالنسبة لي، جدا فرصة. وثقه جماهيريه، وهتخليك في الفتره اللي جايه، خصوصا كمان النادي الاهلي داخل على كاس عالم الانديه، فمحتاج الثقه دي. فهي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وللعيبه مباراه مهمه جدا، تمام، هترجع الثقه. فاعتقد بشكل كبير جدا ان هو مش هيجازف، مش هيجازف. مش هيبقى فيه مجازفه، طب يعني هيلعب حمدي، على الخبرات اللعيبه اللي هي شاركت في مباراه كام. طيب حمدي فتحي موجود في القائمة، انت لو مكان كولر رغم الإصابة مثلا اللي كانت في مباراة سموحة، تلعبه ولا لا؟ هل اصابه قويه يعني مثلا؟ هي لو قوية ما كانش داخل القائمة، ما هدي اللي بس بتكلم ممكن فيه. يكون الجاهزية مش 100%، ممكن يكون يستند لجزئية الخبرات اللي انت بتقول عليها، يعني فبالتالي اضطر ان هو يلعب حمدي فتحي. انت لو مكانه هتختار ايه؟ انا بالنسبه لي لو هو يعني حتى لو مثلا الاصابه مثلا مش بالقوه، ما يعني في اللي هي مش تعوقه مثلا، تبقى جوه الملعب ان هو مش هيلتحم كده، فمش هلعبه. تمام. بس لو هي اصابه مثلا التواء، فدي بالنسبه لها عادي، يعني في خلال يومين ثلاثه تخف. الورم بيروح، فهقدر ان انا اشاركه خلاص، يعني مع الربط الانكل بتاعه، فخلاص يقدر يشارك. وخصوصا كمان دلوقتي بقى في امكانيات موجوده ان انت تقدر تعالج بسرعه. احنا كان بالظبط، صح، ايامنا مثلا امكانيات طبية يعني. اللاويه دي بتقعد فيها 10 ايام، دلوقتي انت في خلال يومين ثلاثه بالليزر بالمساج بالميه السخنه بالثلج بتقدر تتغلب على الاصابات في خلال 48 ساعه. بالظبط. فانا لو انا شايف ان الاصابه مش قويه، خصوصا كمان هو لو دخله، فاعتقد ان بنسبه كبيره جدا هيشارك اساسا.